السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم طلبة صف ثاني ثانوي علمي وأدبي. إن شاء الله النهاردة هنحل تمارين على درس مشتق الدالة الدالة. الدرس ده أنا شرحه قبل كده بالتفصيل، هسيب لك رابط الشرح في الوصف. قبل ما حل تمارين تعال فكرك، الدرس ده كان بيتكلم عن إيه؟ الدرس ده كان هدفه إزاي تحل قاعدة السلسلة. ايه قاعدة السلسلة وبنعرفها ازاي؟ مثلا ص بتساوي عين زائد 4، والعين دي كانت بتساوي س ناقص 3، مثلا س أس 5 ناقص 3 س أس 4 مثلا، وكان عاوز د ص د س. معنى الكلام ده ايه؟ يعني معادلة الصاد اشتق فيها السين. طب هنا مفيش الا صاد، فكنا بنطبق قاعدة السلسلة بيقول معادلة الصادات اشتق فيها العين ضرب معادلة العين اشتق فيها السين. دال صاد دال عين مشتقتها واحد، في دال عين دال سين معادلة العين اشتق فيها السين 5 سين أس 4 ناقص 12 سين أس 3. كده أنا جبت له مشتق دال صاد دال سين. وكان أحيانا في التصفية بتبص تلاقي هنا عين بتشيلها وتحط قيمتها، وكان في ناس تانية بتحلها بطريق تاني بيقولوا ايه؟ احنا نبدل العين ونحط قيمتها، قيمتها س أس 5 ناقص 3 س أس 4 زائد 4، يبقى 5 س أس 4 ناقص 12 س أس 3 مباشر، دي كده قيمة د ص د س. الجزئية التانية اللي كان الدرس بيتكلم فيها بيقول انت ازاي تشتق القوس، يعني انت لو معاك قوس ل أس مثلا س ناقص 1 أس 11، قال لي نزل الأس، لو انت عاوز د د س نزل الأس واطرح منه 1، قلنا له هنا 10 في مشتقة ما بداخل القوس 1، ومن هنا قدر يطلع لي قانون للجذر ص بتساوي جذر س ناقص 5. قال لو جذر تربيعي يبقى المشتقة الأولى 1 على 2 الجذر فوق هنا في مشتقة ما بداخل الجذر. الحاجة التالتة اللي كان بيتكلم فيها بيقول حضرتك أنا لو جبت لك سؤال كده دال دال س ص أس 5 يعني اشتق بالنسبة للسين، مفيش سين يا أستاذ، قال لك عادي خالص، يبقى اشتق اللي معاك 5 ص أس 4 د ص د س. نتدرب ونشوف التمارين. إذا كان د عين د س بواحد زائد 2 س، ود ص د س بتساوي س تربيع زائد 3، فإن د عين د ص عندما س تساوي واحد بكام؟ قلنا لي يا أستاذ حضرتك كانت قاعدة السلسلة بتقول إن دال عين دال صاد بتساوي دال عين دال سين في دال سين دال صاد. فجينا دال عين دال سين معايا بكام؟ بواحد زائد اتنين سين، في دال سين دال صاد أنا معايا دال صاد دال سين، ينفع اقلبها يا استاذ؟ ينفع تقلبها، يبقى هي واحد زائد اتنين سين على سين تربيع زائد 3، ايوه عوض عن السين بواحد، واحد زائد اتنين كده 3، واحد زائد 3 كده 4، يبقى الناتج 3 ارباع. اذا كان دالة سين بتساوي سين اس 10 في 3 ع س ناقص 1 ع س تربيع الكل أس 5، بنجيب المشتقة الأولى إزاي؟ بكل بساطة هنا في مهارة بسيطة قوي، العشرة ده هي تقدر تقول إن هي س أس 2 أس 5. هنا في أس زيه هنا ممكن تاخده بمشترك، كده
انت تقدر تضرب السين تربيع في القوس. سين تربيع في 3 عسين ب3 سين. سين تربيع على السين فيها السين واتبقت التلاتة. ناقص 1 الكل أس 5. دي كانت الدالة الأصلية دال. يبقى دال شرطة. هننزل الأس ونطرح منه 1 في مشتقة ما بداخل القوس 3. يبقى 3 × 5 = 15. 3 سين ناقص 1 أس 4. اللي هو الاختيار ده هو الاختيار الصحيح. إذا كان صاد في سين بتساوي 5 وسين عين بتساوي 3، يبقى دال صاد دال عين بتساوي كام؟ معنى الكلام إن في معادلة الصاد اشتق فيها العين، فجينا قلنا له إحنا لو قسمنا الاتنين دول على بعض، صاد سين على سين عين، مش كده اختصرنا السين؟ لو عملنا وسطين في طرفين يبقى 5 × 3 عين. نقدر نجيب دال صاد دال عين مشتقة الأولى، يبقى ب5 × 3 لأنك هتشتق بالنسبة للعين، يبقى الناتج 5 × 3. إذا كانت دالة سين بتساوي الجذر التربيعي لسين تربيع زائد 9، المشتقة الأولى لما تعوض بالسالب 4 بكام؟ قلنا له يا أستاذ المشتقة الأولى كان لها قانون، 1/2 الجذر اللي هو مديهولك فوق هنا في مشتقة ما بداخله سين تربيع اشتقاقها 2 سين، بننزل الأس ونطرح منه 1. هنجيب دالة شرطة سالب 4، يعني نبدل السين ونحط سالب 4. هنا سالب 8 على 2 في جذر 25. ليه؟ 16 سالب 2 أس 2 ب16 زائد 9 = 25. جذر 25 5، يبقى هنا 2 في 5. نختصر طلعت سالب 4 على 5 اللي هو الاختيار الأول. صاد بتساوي عين زائد 1 الكل أس 3، وعين بتساوي سين أس 5 ناقص 1، يبقى دال صاد دال سين بكام؟ نقول المسألة تافهة جدا يا أستاذ، احنا هنشيل العين ونحط قيمتها، يبقى قيمتها صاد بتساوي سين أس 5 ناقص 1 زائد 1 أس 3، دي كده قيمة العين. جينا نجمع بقت سين أس 5 أس 3، الأس المقرر بينضرب. هننزل الأس ونطرح منه 1، دال صاد دال سين بتساوي 15 سين أس 14 اللي هو الاختيار ده. دال دال سين 2 ناقص 3 سين الكل أس سالب 2. قلنا له يا أستاذ بمنتهى البساطة احنا حضرتك بننزل الأس وبنطرح منه 1 في مشتقة ما بداخل القوس، طلع الناتج سالب في سالب بموجب 6 في 2 ناقص 3 سين أس سالب 3. كان ممكن تنكتب كده اللي هو الاختيار ده. صاد بتساوي جذر 2 ناقص سين دال صاد دال سين بكام؟ قلنا لي يا أستاذ معناها جذر تربيعي يبقى 1/2 الجذر نفسه فوق في مشتقة ما بداخله، دي بصفر ودي بسالب 1، يبقى الناتج مش دي صاد؟ سالب 1/2 وده كده قيمة صاد، يبقى سالب 1/2 صاد اللي هو الاختيار ده. صاد بتساوي سين زائد كاف الكل أس 3، دال صاد دال سين ب 12. قلنا له نجيب لك دال صاد دال سين، دال صاد دال سين بننزل الأس وبنطرح منه 1 في مشتقة ما بداخل القوس 1. بيقول لما المشتقة دي تساوي 12 كانت السينات فيها بصفر، هنشيل التلاتة نقسم عليها، ومنها الكاف بتساوي موجب أو سالب 2 اللي هو الاختيار ده.
إن كانت ص بتساوي 1 على جذر س تربيع زائد 1، المشتقة الأولى بكام؟ في ناس قالوا إحنا نضبط الصاد يا أستاذ، ده دي معناها كده قمة الجذر بنص، يبقى ده قوس أس سالب نص، وتبقى المشتقة الأولى دال ص دال س هننزل الأس وبنطرح منه 1، يعني بقت هنا سالب 3/2 سالب نص ناقص 1 بسالب 3/2 في مشتقة ما بداخل القوس 2 س. الاتنين دي كنسلت مع دي، بقت دال ص دال س بتساوي سالب س مضروبة في س تربيع زائد 1 أس سالب 3/2. يعني إيه أس سالب؟ بيقلب اللي تحته يا أستاذ، سالب س ده اللي أسه سالب ده اللي هينزل، أس 3/2 يعني إيه 3/2؟ يعني 3 في نص، والنص ده قيمة إيه؟ قيمة الجذر التربيعي. يبقى الناتج سالب س على س تربيع زائد 1 أس 3 جوه الجذر التربيعي، اللي هو الاختيار رقم 3. س أس 4 بتساوي س أس 3. بسيطة، لما نيجي نشيل يا أستاذ أس 4 هنحط الناحية التانية الجذر الرابع، أو هنا يبقى 3/4. مفروض نحط موجب أو سالب يا أستاذ، مفيش في الاختيارات موجب أو سالب. يبقى دال ص دال س هننزل الأس 3/4 ونطرح منه 1 س أس سالب ربع 3/4 ناقص 1. يعني إيه أس سالب ربع؟ يعني ينزل تحت يا أستاذ أس ربع. يعني إيه الأس ربع؟ يعني الجذر الرابع، اللي هو الاختيار الأخير. إذا كان دالة س بتساوي س تربيع زائد 3، يبقى المشتقة الأولى لدال بعد دال، متفقين؟ مش إحنا متفقين من الترم الأول إن دي اسمها دال بعد دال؟ كان بيكتبها كده في الترم الأول، كان لها صيغة كده أو صيغة كده، الاتنين دول حاجة واحدة. يعني يا أستاذ هنروح للدالة دال، نشيل السين اللي فيها ونحط فيها الدالة دال، يعني دال دالة دال س بتساوي س تربيع زائد 3 أس 2 زائد 3. عملنا إيه تاني؟ في الدالة الأصلية شيل السين وحط الدالة الأصلية، قلت له يعني دي هشيلها، الدالة الأصلية اهي، هروح أشيل السين ده اهي وأحط فيها الدالة الأصلية دي، كده يبقى أنت عملت المطلوب بتاعه. المشتقة الأولى ليه هتساوي، هننزل الأس ونطرح منه 1 في مشتقة ما بداخل القوس، هنعوض مكان السين بواحد، يبقى 2 في 4 في 2 بتساوي 16، اللي هو الاختيار ده. إذا كان دالة 3 ناقص 2 س بتساوي 3 س تربيع زائد 1، يبقى المشتقة الأولى لما نعوض ب7 بكام؟ أنا عارف إن هي وقفت مع ناس كتير، بس هي سهلة جدا في الحل. الحل بمنتهى البساطة، بنقوم واخدين اللي جوه القوس ده مساويينه بصاد مثلا، يبقى 3 ناقص 2 س بتساوي صاد، ونجيب قيمة س، نجيب قيمة س من هنا، يبقى 2 س بتساوي 3 ناقص ص، يبقى الس بتساوي 3 ناقص ص على الاتنين. يبقى معنى كده يا أستاذ إن دالة ص هتساوي، هبدل كل س وأحط مكانها 3 ناقص ص على الاتنين، 3 في 3 ناقص ص على الاتنين أس 2، دي أس 2 يعني بأربعة يا أستاذ، 3 في 3 ناقص ص أس 2 على الأربعة زائد 1. هات المشتقة الأولى بقى، دالة شرطة ص بتساوي 3 على الاتنين، نزلنا الأس وطرحنا منه 1،
في مشتقة ما بداخل القوس سالب واحد. قال يا باش مهندسين اعمل ايه؟ قال لي هات لي دالة شرطة سبعة. يعني ايه؟ يعني الكلام ده كله حط مكانه، الكلام ده كله حط مكانه سبعة، يبقى الصادات بتساوي سبعة، يبقى تلاتة على الاتنين في تلاتة ناقص سبعة في سالب واحد، تلاتة على اتنين في سالب أربعة في سالب واحد، طلعت بتساوي موجب ستة اللي هو الاختيار ده. الناس ما فهمتش، نعيدها تاني. قلنا علشان نحل كلام زي ده لازم يا أستاذ ناخد اللي جوه ده نسويه برمز، وليكن إن احنا هنسويه بصاد. هنفرض إن الكلام ده بصاد، 3 ناقص 2 سين بصاد، نجيب قيمة سين عشان نحط قيمتها هنا عشان أخلي دي دالة صاد، فقلنا له اللي 2 سين بتساوي 3 ناقص صاد، عدنا دي وجبنا دي مكانها، ومنها السين بتساوي 3 ناقص صاد على الاتنين، يبقى دالة صاد لما اشيل الكلام ده كله واحط صاد، السين كانت بتلاتة ناقص صاد على الاتنين، تلاتة في تلاتة ناقص صاد على الاتنين، قس اتنين ده، حطيت قس اتنين هنا وقس اتنين على الاتنين اللي تحت دي بقت أربعة. نشتق عادي خالص، بقت دالة شرطة صاد بتساوي، هننزل القس ستة ونطرح منه واحد في مشتقة ما بداخل القوس سالب واحد، وده اشتقاق وراح. هنعوض مكان الكلام ده بالسبعة، الكلام ده كان مكانه صاد، يبقى أنا هعوض بالسبعة، يبقى ستة في تلاتة ناقص سبعة في سالب واحد على الأربعة، ستة في سالب أربعة في سالب واحد على الأربعة. اختصرنا الأربعة، بقى سالب في سالب بموجب في ستة بستة، ده كده قيمة دال شرطة سبعة. أتمنى أن أكون فدتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.